رغم كل المحاولات التي مارستها أطراف لبنانية مختلفة نشطت في الفترة الأخيرة بالتحريض على حرمان المهجرين السوريين من حقهم ورغبتهم في العودة إلى منازلهم في بلدهم سوريا، مئات العائلات عادت خلال فترة وجيزة لتنضم إلى مئات أخرى عادت على مدى الأشهر الأربعة الأخيرة، الأمر الذي وجه ضربة قاسمة لمخططات هذه الأطراف التي عرفت منذ نشأتها بارتباطها مع كيان العدو الصهيوني. ما يقوله السوريون العائدون إلى وطنهم يفند الأخبار الكاذبة والمفبركة وعملية التسويق غير المسبوقة لجملة من الإشاعات التي تفيد في تنفيذ مخططات تلك الأطراف المتماهية مع المشاريع الصهيونية. اللي بخاف خاف بكيف، ونحن لو خايفين ما بنرجع، ونرجع وما في شيء الحمد لله. يرجع وما في شيء، وأمان وأمن، أحسن معاملة تعملنا عليها وما في أي شيء نهائيا. لا ماني خايف، بس لا خاف يعني. وأنا بدعي كل هالشباب يعني إنه بدها خايفة ما تنزل، الحمد لله كلنا نحن بنزل هلا والأمور بخير. وإذا إيش بنساوي، أنا نزل على بلدي مسقط راسي، حاجتي غربة. الواحد بالنهاية ما له غير بلده يعني. صار لي أربعة أشهر جاية أنا من الغربة. سوريا بخير وما في شيء فزع، وكل شيء عم يصير فوق السمع كلامه هيك كليته تضليل. وأنا بقول لكل سوري لاجئ بلبنان يرجع. أنا شاب ورجع وطني، ما في شيء. شوفي الحمد لله والأمور كلها ميسرة، الأمور تمام وأحسن هيك. ما في شيء أبدا يعني، لا للشباب لا لأي حدا، وحياة عادية ما في شيء أبدا. اللي بيفهم بيرجع بلده بيقعد، غرب زل. نحن قاعدين مكيفين والله، مبسوطين لغاية البصر.